خليني بقى ارجع للقاح الساينوفارم اللي وصل مصر اول امبارح او من يومين. أيوة. هل هذا اللقاح اقر في مصر من اللجنه العلميه، لجنه اللقاحات سواء التابعه لوزاره الصحه او من هيئه الدواء المصريه او من اللجنه العليا للقاحات اللي هي موجوده اللي هي بتضم عدد كبير من الاساتذه، هل هناك بيان او اقرار علمي لهذا المصل او هذا اللقاح يا دكتور؟ عندما تتعامل حضرتك يا استاذه لميس الدوله المصريه مع هذا اللقاح، هو اللقاح ده اصلا هي شركه صينيه، وكان في له وكيل في الامارات العربيه المتحده، واجريت تجارب اكلينيكيه سريريه في الامارات العربيه المتحده وفي الاردن وفي البحرين، ثم اجريت ايضا تجارب اكلينيكيه سريريه في مصر، والنتائج بالتاكيد عرضت على اللجان العلميه للتطعيمات. عشان يتعمل تجارب اكلينيكيه سريريه لازم الملف بتاع التطعيم يكون عرض على هذه اللجنه. وبعد كده كونه جه بعد الابروفال من او الموافقه من الامارات العربيه المتحده، واكيد عرض على اللجنه العلميه المصريه، وبعد كده هيستخدم في مصر ضمن هذه اللقاحات. في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها مهمه جدا. الصين دوله كبيره جدا، فيها مليار و400 مليون، وفيها ايضا مراكز علميه وصناعات دوائيه وتطعيميه قويه جدا، لانها فيها هي والهند يشكلوا ثلث سكان العالم. فالنهارده لما الصين وعلى فكره اقول لحضرتك برضه حاجه ثانيه مهمه، كثيرا من الدول الكبرى وكثيرا من المؤسسات الدوائيه الكبرى وكثيرا من شركات تصنيع اللقاحات الكبرى تتعاون تعاون كبير جدا علمي وفني مع الصين ومع الهند. فهذه المؤسسات لا يمكن تجامل او تغامر بمنتج لها غير متاكده من سلامته وقوته. وبالتاكيد الاجابه على سؤال حضرتك المحدد اكيد عرض تماما على كل الهيئات اللي هي في مصر. خليه بس اقول لحضرتك هذا اللقاح يا استاذ الامير اتجرب في الصين على مليون شخص. صح مليون. بس هل لدي يعني خليني اقول لحضرتك بصراحه مخاوف الناس في مصر. الناس بتشوف مثلا مؤسسه زي الاف دي اي بتعمل مؤتمر صحفي، بتعمل فوتنج مع وضد، بتعمل خطوات شفافه جدا واضحه جدا بالنسبه للمواطنين الامريكان وبالنسبه للعالم. نيجي كمان الشركات الاخرى اللي هي سواء استرازينيكا او غيرها حتى بريطانيا، يعني في شفافيه فالناس بتبقى مطمنه اكثر، بيبقى البحث العلمي منشور في صحف في مجلات علميه اوروبيه وغربيه. بنيجي بقى مثلا على فاكسينات اخرى، يعني احنا منتظرين ده انه يبقى فيه هذه الشفافيه، مش بنشكك في الفاكسين ولكن بنسال اسئله. الناس كتير قلقانه وبتقول طيب هو لم يعتمد. بالعكس يا استاذ رميس انا بشكرك ان حضرتك بتقولي هذا الكلام وبتوضحي هذه النقاط، لان مطلوب ايضا ثقه المواطنين في هذا. اولا جزء يعني اللي هقوله بعد كده اتكلم على الجزء العلمي. الجزء اللي هقوله إن لا يمكن هيصرح أو يسمح. يعني أنا يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة بقولها لك لأول مرة. اتفضل. يعني الست رايس شخصيا كلفت إن أنا أتكلم على إن يعني إعطاء المواطنين معلومات علمية دقيقة عن أمان وفاعلية اللقاحات التي سوف تستخدم في مصر. وهو في تعليمات الست رايس ومن الحكومة ومن الوزارات المعنية والجهات المسؤولة أن تراجع ملفات كل التطعيمات التي سوف تستخدم وضمان أفضل اللقاحات التي تستخدم للإنسان المصري. كون النهاردة زي ما حضرتك قلتي إحنا بدأ العالم يتسابق في توفير هذه اللقاحات وعشان إعطائها للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة للحد من انتشار هذا المرض، هذا لن يتم الا بشفافيه كامله. الاف دي اي عندما بتعلن نتيجه، لكن التجارب او بتدي تصريح للشركات عشان تنتج، انما التجارب الاكلينيكيه وما قبلها بتعلن في المجلات العلميه وتعلن في المؤتمرات العلميه. حضرتك هي قلت بس حضرتك ليك حق ان انا بقول كل الناس، لان هذا التطعيم او هذا الدواء او هذا العقار اي حاجه اي عقار من دول لازم نضمن. وعلى فكرة احنا في هيئة الدواء المصرية
والإدارة المركزية قبل كده كلها كانت بتراعي هذا، وإحنا كعلماء أو بنشارك في هذا ما فيش حاجة بتعدي أبدا إلا بعد مراجعة دقيقة لكل هذه البيانات. وأنا شخصيا أستاذ لميس عشان يعني أنفذ توصيات سيادة الرئيس عندي كم هائل من المراجع العلمية التي بتقول لي الناس دي اشتغلوا على كام حالة، النتائج ايه، الامان ايه، الفاعلية ايه، وايضا زي ما قلت لسيادتك هم جرعة ولا جرعتين او الكلام ده كله. سيادتك اطمئني وطمئن المواطنين على هذا، لا يمكن هتستخدم حاجة الا ما نكون مطمئنين 100% من سلامة، مطمئنين لغاية المرحلة اللي بتجري فيها التجارب. انت حضرتك قلتي وانا باكد عليها ان في emergency registration، فلغايه هذه اللحظه ما عرف عن هذه اللقاحات هو الذي يعلن. هل هيحصل حاجه بعد كده؟ اكيد، لكن كل الناس اجمعت على ان هذه اللقاحات امنه. طيب. النهارده بعد الظهر الرئيس الامريكي كان بيعلن ان هذا اللقاح اللي هو بتاع فايزر او اللقاح الذي انتج في امريكا هيبدا يستخدموه من بكره، يعني لسه ما استخدمش، ولكن هو استخدم في بريطانيا لكن لسه ما استخدمش في الولايات المتحده الا بعد ما جاله الـ FDA approval.